بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا اخبارنا مع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي لكره القدم بقياده البرازيلي ميكالي المدير الفني. استقر على عقد مؤتمر صحفي السبت اللي جاي لاعلان كافه التفاصيل اللي بتخص معسكر المنتخب، والمقرر انطلاقه يوم 12 يونيو في اسكندريه. فريق طلائع الجيش حقق فوز مهم على سموحة بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت امبارح في إطار منافسات الأسبوع 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز. ونجوم الأهلي الكبار بقيادة علي معلول وعمرو السولية عقدوا جلسة تحفيزية مع لعيب الفريق بهدف حثهم على الفوز على الوداد المغربي في اللقاء اللي هيتلعب الساعة 9 بالليل النهاردة على استاد القاهرة الدولي. ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي كشف أن فريقه استعد جيدا لخوض مباراته ضد الوداد المغربي اليوم على استاد القاهرة في ذهاب دور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وقال أنه شاهد العديد من المباريات للمنافس من أجل دراسته بالشكل اللازم قبل اللقاء. نادي ريال مدريد الإسباني أعلن امبارح رحيل المهاجم البلجيكي إيدن هازارد عن صفوف الفريق الملكي بعد مسيرة دامت لأربع مواسم عانى فيها اللاعب من سلسلة طويلة من الإصابات. وذكر نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي، توصل نادي ريال مدريد وإيدن هازارد إلى اتفاق يتم بموجبه تسريح اللاعب من النادي اعتبارا من 30 يونيو 2023. فريق مانشستر سيتي توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 7 في تاريخه على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في الديربي اللي جمع بين الفريقين امبارح على ملعب ويمبلي في نهائي البطولة للموسم الجاري. فريق انتر ميلان حقق فوز صعب على نادي تورينو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب أولمبيكو دي تورينو في الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي. فريق ترابزونسبور المحترف في صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه حقق فوز كبير على ألانيا سبور بنتيجة 5-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة 37 والأخيرة من الدوري التركي. خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية لشاذلي وباسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا. طبعا